في شأن آخر، وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مدينة شنغهاي الصينية منذ قليل للمشاركة في افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي. يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ووفد مكون من عدد من الجهات الرسمية. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة بعد غد الأحد خلال افتتاح المعرض، حيث تشارك مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطني المصري المصمم على الطراز الفرعونية، والذي سيتم افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصينية. إذن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا السيد عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف، مساء الخير. وفي البداية، أهمية المشاركة المصرية في هذا المعرض، لا سيما أن مصر ضيف شرف في هذا المعرض. طبعا يمكن ده الدورة الأولى لمعرض الواردات الصينية، وطالما كانت الدورة الأولى إذن عليك يعني كما ذكرت كضيف شرف وكدعوة لمصر، لابد من استغلال هذا الحدث في الترويج للصادرات المصرية. يمكن حضرتك لو شفت من اسم هذا المعرض يقول لك المعرض الدولي للواردات. الواردات هنا بمعنى ان الصين في حاجة الى سلعة معينة، وبالتالي هي بتعمل معرض للعالم، لكافة الدول المشاركة، للشركات العالمية، للاستفادة من صناعات هذه الشركات أو هذه الدول. ولذلك حنجد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ويرافقه وزير الصناعة، هناك أكثر من 27 شركة حتى معظمها عاملة في مجال الغزل والنسيج ستشارك في هذا المعرض. أعتقد أنه فرصة بما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في مجال المنسوجات ان هي تشارك في هذا المعرض. أهمية هذه المعارض بشكل عام يا استاذ عبد اللطيف. اولا المعارض، خصوصا المعارض اللي موجودة في شرق آسيا، على فكرة دي معارض يعني من الممكن ان احنا نقول غير تقليدية. غير تقليدية بمعنى ان احنا دائما نشارك في المعارض بتاعة البحر الأبيض المتوسط، في المعارض الأوروبية، في الأسواق التقليدية اللي احنا بنتعامل معها. لكن أن يكون هناك مشاركة في معرض في شرق آسيا، فده يعني بيفتح لك مجالات جديدة للصادرات المصرية في بعيدا عن الأسواق التقليدية. ولذلك الصين من الدول الكبرى على المستوى الصناعي والاقتصادي، والدول الكبرى هذه بتحتاج الى سلع معينه تستوردها من الخارج. اعتقد انه فرصه لنفاذ الصادرات المصريه الغير تقليديه ايضا. انت كنت بتصدر الاول فواكه منتجات زراعيه او خلافه لهذه الاسواق او حاصلات زراعيه، اليوم بيجي لك فرصه انك بتشارك بصناعات اخرى، بصادرات اخرى. وهذا هو سؤالي يا استاذ عبد اللطيف، اي من الصادرات المصريه التي يمكن ان تحتاجها الصين؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الصين بتحتاج زي الاسواق الامريكيه كده، تحتاج الى يعني سلع ومواد خام، لان هي اصلا دوله مصنعه. وبالتالي عندما تشارك الشركات المصريه على سبيل المثال في مجال الغزل والنسيج، فده فرصه ان لصادرات القطن المصري، لصادرات القطن المصري وبعض الصادرات اللي هي الزراعيه وخلافه. احنا عندنا ميزه في بعض المنتجات الزراعيه، يعني مثلا البطاطس على سبيل المثال، الارز وخلافه. دي البطاطس بالذات معروفه في العالم كله ان مصر هي من الدول اللي هي الوحيده في العالم رغم الازمه اللي عندنا طبعا، اللي بيبقى عندها انتاج صيفي وشتوي للبطاطس. شتوي بمعنى ان الدول دي بيكسوها الجليد والطقس السيء وخلافه، فبتحتاج الى هذه النوعيه من الحاصلات الزراعيه. مصر هي ضيف الشرف الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط في هذا المعرض. بالتأكيد كانت هناك علاقات أو ما زالت هناك علاقات وطيدة. الرئيس السيسي زار الصين والتقى بالرئيس الصيني أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة. بالتأكيد اختيار مصر كضيف شرف له دلالة معينة.
له دلاله معينه، لان انا بعتبر او المعظم بيعتبر، معظم الاقتصاديين بيعتبر ان مصر من اهم الشركاء الاقتصاديين الان للصين. اذا كنا بنحتاج الى الصين مثلا على سبيل المثال في الاستثمارات، فالصين اشد احتياجا لمصر فيما يتعلق بالفرص الاستثماريه الجديده، فيما يتعلق بمحور قناه السويس، فيما يتعلق باقامه مناطق لوجستيه لتجميع السلع والبضائع الصينيه في المناطق اللوجستيه المصريه واعاده تصديرها الى الاسواق الاخرى، سواء كانت الاسواق الاوروبيه او الاسواق الافريقيه. زي ما حضرتك عارف ان الصين يعني مش عايز اقول لك يعني اكثر من 80% من الصادرات الصينيه التي تستخدم الناقلات البحريه بتمر عبر قناه السويس. اذا فالافضل لها ان هي تنشئ مراكز لوجستيه في منطقه خليج السويس لاعاده تجميع وتصنيع هذه المنتجات واعاده تصديرها مره اخرى. نعم. وده بيوفر عليها تكاليف حتى في النقل والشحن. ثانيا، الصين من اكبر المستثمرين الان في البنيه الاساسيه في مصر، سواء في العاصمه الاداريه، سواء في مجال الكهرباء والطاقه الشمسيه، في مجال النقل، اعتقد كل المجالات تتم مساهمه الان. نعم. الاستاذ عبد اللطيف وهبه الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات.